رحيم هو اسم المسلسل الجديد اللي اختاره ياسر جلال لرمضان 2018، ورح يتعاون فيه مع نفس الشركة اللي انتجت له مسلسله اللي فات ظل الرئيس. هو على فكرة كان حقق نجاح كبير جدا في شخصية يحيى، وكمان الدور كان نقلة نوعية في مسيرته الفنية لدرجة انه كان مفاجأة رمضان اللي فات، خاصة وانه كمان عمل تغييرات كتيرة قوي في شكله، وده طبعا اشتغل عليها مع مدرب المشاهير محمد ابو النجا. هو طالع بدور ضابط قوات امن خاصة حراسة الرئيس، فلازم الشيب بتاعه مقنع جدا، وهنا بنلعب باوزان كبيره واوزان عاليه، لكننا داخلين معسكر تاهيلي بالظبط. والتعب ده كان واضح والفرق كان كبير، واللوك كان اساسه البادي شيب، وكملته الدقن الطويله والشعر اللي فيه شويه شيب. قعدنا 5-6 شهور مركزين جدا جدا في التمرين، غيرنا الشكل تماما. واللي اداهم فرصه اكبر عشان يتدربوا مع بعض في التصوير هو انه محمد كمان مثل معاه في العمل بدور ضابط سابق تم فصله لسوء معاملته للمساجين، فكون عصابه وبقى قاتل ماجور. كده التاتشات الخفيفه استاذ ياسر جلال كان بيقول لي عليها، لازم تبقى في ثقه، لازم تتكلم اكنك عادي جدا. بس اصعب المشاهد ما بينهم كانت الضرب، وفيها ممكن نقول ان التلميذ تفوق على استاذه. الضربات بتيجي بجد، يعني احنا بنضرب بعض في بعض الضربات، انا بزقه برجلي فعلا خدها بجد، لا كان يوم صعب جدا يعني. والقوة دي كمان بيتمتع بيها احمد السقا اللي معروف عنه حبه للرياضة. احمد السقا يعني ما شاء الله عليه من الناس المميزة في الفيتنس، عنده استعداد ان هو يتمرن اكتر من ساعتين وعادي جدا يروح يركب خيل وعادي جدا يروح يعوم. حلو قوي. 11-12 كفاية، 10-10 الله خالص. ومن النجوم اللي تميزوا كمان بأدوار الحركة هو محمد رمضان، فازاي بيشوف لياقته البدنية؟ الشيب بتاعه شيب حد تعبان على نفسه وشقيان على نفسه، في نفس الوقت مش عضلات ضخمة، وفي نفس الوقت مش رفيع اللي هو مش مقنع للناس، وخفيف الحركة، فجمع كذا حاجة الشباب بتحب تبقى كده. ولأن شكل الجسم الرياضي بقى أساسي في حياة النجوم خاصة بالأدوار اللي بيقدموها، فمين هم النجوم اللي هنشوف فرق في شكل أجسامهم في رمضان 2018؟ أحمد مكي، ياسر جلال إن شاء الله برضه بيجهز لحاجة، والسقا، هم الثلاثة دول دلوقتي مهتمين جدا بالموضوع ده، لأنهم إن شاء الله السيزون الجاي هيفاجئوا الناس بحاجة قوية. ولحد الآن السقا وأحمد مكي ما أعلنوا إنه راح يكون عندهم أي أعمال جديدة لرمضان المقبل، بس أكيد إحنا بفترة تعاقدات وممكن نسمع أي شيء جديد قريبا. ممكن جدا.